تصريح ناري اليوم للرئيس مهدي المشاط حول تمديد الهدنة وصرف المرتبات. إليكم التفاصيل. التقى رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط اليوم بمساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس موسوية ونائب مدير العمليات مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طارق تلاحمة لمناقشة عراقيل تمديد الهدنة وصرف المرتبات. وأشار المشاط إلى ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في تمكين الشعب اليمني من ثرواته بما يحقق صرف المرتبات لكل الموظفين، كونها تحقق إنسانية طبيعية لا تزعج أحدا ولا يتحقق السلام بدونها. وأوضح المشاط أن الشعب اليمني يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم في ظل استمرار الحصار وانقطاع مرتبات كافة موظفي الدولة، ودعا الأمم المتحدة إلى السعي لتخفيف المعاناة الإنسانية المتزايدة في اليمن.